هيا أيها الأطفال، سوف نركب الحافلة. كم الأطفال؟ واحد، اثنان، ثلاثة. مرحبا بكم أطفال مجددا في لعبة الحافلة، وننقل الأطفال إلى المدرسة. نحن الآن في المرحلة السادسة. إذن أين سوف نذهب؟ سوف نذهب مباشرة لكي ننقل الأطفال إلى المدرسة. نذهب هنا على اليسار. تيو 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 تيو. ثم على اليمين. نتوقف. ثلاثة أطفال سوف يذهبون معنا في الحافلة إلى المدرسة. واحد، اثنان، ثلاثة. ثلاثة أطفال. نذهب من هنا. هذا هو المسار. لا، أخطأنا المسار. ليس هذا هو المسار الصحيح. يجب أن نذهب من هنا ثم على اليسار ثم على اليمين. ثم على اليمين. طفلان سوف يركبان الحافلة. اثنان. أين هم الأطفال؟ واحد، اثنان. طفلان سوف نذهب من هنا في هذا المسار. نسرع. نلف على اليمين. نذهب مباشرة. نذهب من هنا هكذا. نتوقف هنا هكذا. نذهب مباشرة. نلف على اليمين هكذا ثم على اليسار. على اليمين عفوا. هيا أيها الأطفال، سوف نركب الحافلة. كم الأطفال؟ واحد، اثنان، ثلاثة. ثلاثة أطفال ركبوا معنا في الحافلة. أين سوف نذهب؟ يجب أن نلف هكذا على اليمين أو على اليسار عفوا. نذهب مباشرة هكذا ثم على اليسار. طفلان سوف يركبان الحافلة. واحد، اثنان. أين سوف نذهب؟ نذهب من هنا. ثم من هنا هكذا. نذهب من هنا على اليمين. نسرع قليلا. ثم على اليمين. لا، لا يجب أن نخطئ المسار.
يجب أن نذهب على اليسار. هكذا، وهي المدرسة. أي أي أي، كدنا نرتطم بعمود الكهرباء. وصلنا إلى المدرسة. سوف ينزل الأطفال، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 أطفال. شكرا لكم على مشاهدة الحلقة، لا تنسوا مشاهدة الحلقات المقبلة. إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been.